أهلا بكم من جديد، ونبدأ من الشأن المحلي، حيث أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان استهداف الوزارة رفع نسب البحرنة في قطاع الضيافة والتجزئة، مؤكدا أن التدريب المهني يسهم في توفير المزيد من الكفاءات البحرينية المؤهلة لتولي مختلف الفرص الوظيفية التي يوفرها القطاع. جاء ذلك لدى رعايته حفل تخريج فوج من طلاب الدبلومة السويسرية في إدارة الضيافة، والذي نظمه معهد البحرين للضيافة والتجزئة، حيث أنهى الخريجون وعددهم 30 فردا متطلبات التخرج ليكونوا مؤهلين للعمل في القطاع الفندقي والسياحي. هذا وقد أكد الوزير حميدان أن تنوع التدريب المهني يضمن تزويد سوق العمل بالكفاءات الوطنية المؤهلة في مختلف القطاعات، مما يسهل عملية إدماجهم في سوق العمل. إن الهدف الرئيسي إن احنا نوفر فرص عمل للبحرينيين، هذه في الأولوية الأولى لنا، إن احنا نوفر فرص عمل للبحرينيين للعمل في قطاع الضيافة، ومن ناحية ثانية نساهم في زيادة عدد البحرنة في هذا القطاع. افتتح وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة المهندس نادر المؤيد افتتح معرض المواصفات الاتجاه الصحيح في مجمع السيف بالمنامة، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتقييس الذي يصادف 14 من أكتوبر من كل عام، وهو ذكرى تأسيس منظمة الدولية للتقييس أيزو. وقد صرح وكيل شؤون التجارة أن المعرض الذي تقيمه إدارة المواصفات والمقاييس يجسد امتداد جذور المواصفات في شتى المجالات الصناعية والتجارية، كما يبين تنوع الجهات المشاركة في المعرض وتعدد الأنشطة التي تقدمها. وقد أكد المؤيد أن للمختبرات أهمية في دعم التقييس، حيث يتضمن المعرض زاوية تبين عملية التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات. بدون شك أن المواصفات والمقاييس صارت جزء مهم من حياة الإنسان. نحن في الوزارة نعمل على إعداد العديد من المواصفات وتحديثها. في عندنا كثير من المواصفات اللي صار لها فترة تقوم الإدارة المعنية ومن خلال عرض بعد تنقيح المواصفات عرضها على اللجنة الوطنية وإقرارها، وكذلك هناك العديد من المواصفات جاي في المستقبل. المعرض اليوم يعني يعطي هايلايتس على أهمية المواصفات والمقاييس في حياة الإنسان، وضرورة التقيد من قبل الشركات بالمواصفات الموجودة والمعمول بها في مملكة البحرين. المعرض إن شاء الله يعني افتتحنا اليوم، راح يستمر إلى 3 أيام، والهدف من تنظيمه أن احنا نسلط الضوء على المواصفات، باعتبار أن في هذا العالم المتعدد من حيث المنتجات من حيث الخدمات، قد تكون هذه المنتجات يعني أفضل ما يكون للمستفيد، وقد تكون متعبة لما هي تتباعد عن المواصفات الدولية. فإحنا هني حرصنا أن يكون في تنوع في عرض المنتجات، على أساس أن احنا نبين أن شلون المواصفات تدخل في شتى مناحي الحياة، وأن هي اللي تقرب المسافة بين المنتج وأنه يكون قريب إلى المواصفات العالمية. فكل ما كان قريب للمواصفات العالمية يكون أكثر أمان. والآن نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع نشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصتنا المحلية، حيث أقفل مؤشر البحرين العام في نهاية تداولات اليوم بتراجع بنسبة 0.36%، مقفلا عند مستوى 1316 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2,740,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 770,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 38 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات بنسبة 56% من إجمالي التداولات.
أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فجميعها أغلقت في المنطقة الحمراء على تراجع. نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بتراجع بنسبة 3.88% مقفلة عند مستوى 7530 نقطة، وذلك بانخفاض كافة مؤشرات البورصة السعودية في تداولات اليوم. ننتقل إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت التي أغلقت بتراجع بنسبة 0.6% مغلقة عند مستوى 5257 نقطة، وذلك بتأثير من تراجع قطاع السلع الاستهلاكية. ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي شهد انخفاضا بنسبة 0.93% مقفلة عند مستوى 4967% بتأثير من تراجع الأسهم القيادية في قطاع السلع الاستهلاكية. سوق دبي المالي أغلق على تراجع بنسبة تقارب 2% مقفلة عند مستوى 2755 نقطة، متأثرة بشكل رئيسي من تراجع قطاع الاستثمار وأيضا الخدمات المالية. سوق مسقط الأوراق المالية أيضا شهد تراجعا بنسبة تقارب 0.14% مقفلة عند مستوى 4489 نقطة، متأثر أيضا من انخفاض كافة مؤشرات البورصة في تداولات اليوم. ارتفع إنتاج منظمة أوبك من النفط في الشهر الماضي بمقدار 132 ألف برميل يوميا بقيادة عربية من جانب السعودية وليبيا. وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط عبر التقرير الشهري لها أن الإنتاج سجل مستوى 32 مليون و760 ألف برميل يوميا في شهر سبتمبر الماضي. وأوضحت البيانات أن السعودية كانت المساهم الرئيسي في زيادة الإنتاج بمقدار 108 ألاف برميل يوميا، ليصل إجمالي إنتاجها عند نحو 10 ملايين و500 ألف برميل يوميا. من جانبه ذكر الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركندو أن منتجي الخام قلقون بشأن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية تزامنا مع انخفاض الاستثمارات في صناعة النفط وسط الارتفاع الأخير في سعر الخام ترقبا للعقوبات ضد إيران. سجل قطاع السياحة في قطر خسائر فادحة وسط توقعات بأن السياحة ستحتاج إلى سنوات حتى تتعافى جراء الضربة التي تعرضت لها عقب مقاطعة الدول العربية الأربع لقطر. وأفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني بأن الدوحة ستحتاج إلى 3 سنوات للتعافي بعدما خسرت السياح من المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة العام الماضي. وأكد التقرير أن حوالي 1 مليون شخص فقط زار البلاد خلال النصف الأول من عام 2018، أي نحو ثلث عدد الزوار في الفترة نفسها من العام الماضي. وإلى مصر، حيث قال وزير المالية محمد معيط إن البيانات الاقتصادية الأخيرة تظهر نتائج إيجابية، حيث حقق اقتصاد البلاد فائضا أوليا في الربع المالي الأول للسنة المالية الحالية. ولفت معيط على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بالي إلى انخفاض معدلات البطالة في البلاد لأقل من 10%. وأشار وزير المالية المصري إلى انخفاض معدلات التضخم إلى نسبة 14% بعدما وصل إلى نسبة 36%، مشيرا إلى أنه من المستهدف الوصول إلى ما دون 10% مع نهاية السنة المالية الحالية 2017-2018. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: العملات المشفرة تشهد عمليات سرقة واحتيال بقيمة تصل إلى 927 مليون دولار.
وإلى الشأن العالمي، حيث دافعت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد عن قرارات الفيدرالي الأمريكي قائلة أن رفع أسعار الفائدة في هذا التوقيت هو قرار بديهي، وذلك ردا على تعليقات الرئيس ترامب التي اتهم فيها الفيدرالي بالجنون حسب قوله. وأوضحت لاغارد أن رفع أسعار الفائدة بالنسبة للاقتصادات التي تبدي تحسنا منقويا في معدلات النمو والتضخم والبطالة هو أمر لا مفر منه. من ناحية أخرى، حذرت لاغارد من أن قيام الاقتصادات المتقدمة برفع نسب الفائدة بدون تنسيق مسبق فيما بينها قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، مؤكدة أنه على البنوك المركزية التحرك بنفس السرعة فيما يتعلق بتشديد سياسات النقدية. توقع كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون البريكزيت ميشيل بارنيه أن يتم التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي في 17 من أكتوبر الجاري، وأشار إلى أنه تم الاتفاق حتى الآن على نحو 80-85% من شروط البريكزيت. وأوضح بارنيه أن بريطانيا سوف تترك السوق الأوروبية الموحدة واتحاد الجمارك، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يناقش إنشاء منطقة حرة أو منطقة تجارة حرة مع بريطانيا. وأضاف أن الاتحاد ملتزم باحترام النزاهة الدستورية للمملكة المتحدة ويعمل للتوصل إلى اتفاق يضمن الخروج المنظم لبريطانيا. والآن نتابع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. في الخبر الأخير، زادت سرقات العملات المشفرة عبر القرصنة على بورصات ومنصات التداول لتبلغ إجمالي الخسائر 927 مليون دولار في أول 9 أشهر من العام الجاري، بزيادة بنحو 50% عن مستوى 2017 وفقا لتقرير صادر عن شركة سايفر تريس الأمريكية المتخصصة في الأمن الإلكتروني. وأظهر التقرير الذي يتابع النشاط الإجرامي وغسل الأموال في سوق العملات الرقمية نموا مضطردا في عدد السرقات الأصغر التي تكون في نطاق من 20-60 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 173 مليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري. وبلغ إجمالي العملات الرقمية المسروقة في 2017 من البورصات 266 مليون دولار فقط وفقا لتقرير سابق من سايفر تريس.